السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم اخواننا واخواتنا. صار حول الموضوع النباتي جدل كثير بالفتره الاخيره، ومتبعينه اما مقصد الناحيه الصحيه او الاخلاقيه، لكن هل فعلا حققوا مرادهم؟ البعض بده يتاكد، البعض بده يعرف الحقيقه بدافع الفضول، يا ترى هذول عن شو عم يحكوا؟ البعض بده يعرف كيف يرد على اولئك النباتيين بالحقيقه لا بالظن، ان الظن لا يغني من الحق شيئا. ونحن هون لنطلعكم على الامر كله باذن الله تعالى، فتابع معنا. الله سبحانه وتعالى انعم علينا بكثير من النعم، واحد اهمها النباتات. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. صدق الله العظيم. طبعا لكل شيء فائدته. الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا، فتلك الخضروات والفواكه تعتبر مصدر غني بالكربوهيدرات والفيتامينات، وأيضا فيها معادن ودهون وبروتينات، وينصح فيها الأطباء بكثير من الأمراض والمشاكل الهضمية، خصوصا الخضروات الغنية بالألياف. فبتلاقي بكثير أحيانا الطبيب بيقول لك كل خضرة، كل سلطة، كل ألياف. طيب بما أنه مفيد لهالدرجة، هل نحن نستطيع ككائنات بشرية أنه نعتمد بطعامنا على الأغذية النباتية فقط؟ هل نحن أساساً كائنات نباتية كالكوالا والباندا وغيرها أم مخلوقات أخرى؟ للإجابة عن السؤال راح نتحدث اليوم عن قول العلم بالنباتية، فلنبدأ بسم الله. هل تعلم عزيزي المشاهد أنه ليس كل النباتيين لديهم ذات القواعد في التعامل مع الطعام؟ يمكن هي مفاجأة للبعض. فيجيتيريانيزم، الكلمة المشتقة من الفعل اليوناني اللي بيعني نبات أو خضار، طرحت لأول مرة في 29 أيلول سبتمبر من عام 1847 ميلادية في بريطانيا عندما تم تشكيل أول مجتمع نباتي. وهي في الأصل نظام غذائي بيعتمد على النباتات فقط ويتجنب اللحوم بأنواعها، سواء الحمراء أو الدواجن أو حتى الأسماك. لكن مع مرور الوقت تطور الأمر وأصبح إلى تصنيفات عديدة، فهناك من يأكل منتجات الألبان والبيض ويسمى لاكتو أوفو، ويعتزل آخرون جميع منتجات الحيوانات سواء اللحوم أو الألبان أو غيرها ويسمى فيجان، ويقتصر البعض على الأسماك فقط ويسمى بيسكو. وهناك آخرون يعتبروا الأكثر انفتاحاً على منتجات الحيوانات لكن مع تقليل الكميات المستهلكة ويسمون سيمي فيجيتيريانز، يعني نصف نباتيين. ينقسم النباتيون من حيث الدوافع إلى فريقين، نباتيون بدوافع صحية وآخرون بدوافع أخلاقية. حكينا اليوم راح نكون عن الدوافع الصحية، هل هي صحيحة؟ هل تستند إلى دراسات على النباتيين نفسهم؟ يستند أصحاب الدوافع الصحية إلى الأبحاث التي تشير إلى ارتباط أمراض القلب والشرايين بغير النباتيين، يعني اللي بيعتمدوا على اللحوم بأشكالها في نظامهم الغذائي، بينما تقل نسبة الإصابة عند النباتيين. لكن الحقيقة أن الدراسات اللي كشفت لاحقاً أثبتت أن الأبحاث اللي تشير إلى ارتباط أمراض القلب والشرايين بغير النباتيين لا يمكن الاعتماد عليها، فهي ليست دقيقة. لماذا؟ لافتقارها لكثير من عناصر المقارنة مثل تحديد الكميات المستهلكة عند أفراد العينة من اللحوم والخضار والفواكه، فسبحان القائل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك افتقار تلك الدراسات لتحديد طرق الطهي، ممارسة رياضة، تدخين، شرب الكحول وغيرها كثير من الأمور. يعني هل إذا قلنا أنه شرب كميات هائلة من الماء بسبب تسمم الماء، هذا بيعني أنه لازم نترك الماء مطلقاً؟ وهن عاملوا اللحم بنفس الطريقة، ما رعوا هالنقطة، فتم نقد الدراسات. يعني أهملوا كل النقاط المهمة المتعلقة بالأمراض المذكورة. ما بس هيك، النباتيين مضطرين أن ينظموا غذائهم ويدرسوا دراسة، فالعينة كانت بين فئتين، فئة منظمة غذائها وفئة لا. طيب كما عودناكم، رحنا نحيط بالموضوع بكامله بعمل الله تعالى، لكن سؤال عارض: شو بصير لو نحن فعلاً اكتفينا بالنباتات؟ تمام، عرفنا أنه نهج هذيك الأبحاث كان خاطئ، لكن ممكن تكون نتيجة صحيحة يا أخي حتى لو بالصدفة، وهذا السؤال يسألوا الأطباء والعلماء. طبيا هناك الكثير من الفوائد والعناصر اللي بيفتقر لها النظام النباتي، فأما بيلجأ صاحبها لتعويضها بالمكملات الدوائية أو راح يكون عرضة للإصابة ببعض الأمراض بسبب نقصها. فمثلا اللحوم الحمراء غنية بالأحماض الأمينية الضرورية لصناعة البروتينات في الجسم وبناء الخلايا وحياتها، وهي خصوصا المتفرعة عنها وجد أنه تواجدها في اللحوم خصوصا الحمراء أكثر بكثير مما يمكن استخلاصه من فول الصويا أو غيره من البروتينات النباتية. ايضا اللحوم غنيه بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائيه اللي بيفتقر لها اي نظام نباتي، ابرز الزنك الضروري لنمو الخلايا وانقسامها وبناء العظام والمناعه، كذلك فيتامين B12 اللي بيؤدي نقصه لاصابه بفقر الدم. والنباتيون كمان بيكون اكثر عرضه لخطر تكون حصوات المراره نتيجه ركود المراره في هذا النظام. طيب يقول بعض النباتيين انهم بيحسبوا حساب لكل هاد، فبيقيدوا انفسهم بنظام غذائي محسوب بدقه ما بياثر عليهم على المدى البعيد، هل هذا الكلام صحيح؟ أظهرت الأبحاث ارتباط الأمراض التالية بأصحاب النظام الغذائي النباتي. عد على أصابعك: الأمراض العصبية مثل الاعتلال النخاعي، ترنح الدماغي، ضمور العصب البصري، الضعف الإدراكي، فضلاً عن الأمراض النفسية. نعم النفسية. طيب ليش؟ ببساطة بسبب سعيهم الدائم للالتزام بالخطة النباتية وتكبيل أنفسهم فيها،
وايضا نقص مستويات فيتامين بي 12 عندهم على المدى البعيد، وهذا بيسبب ازدياد معدلات الاصابه بالرهاب وفصام الشخصيه والاكتئاب، فوصلت نسبه المصابين الى 74% من المشاركين بالدراسه. الخلاصه انه جسم الانسان مصمم للتعامل مع اللحوم، بدءا من الاسنان وانتهاء بالاستقلاب، ومصمم للحاجه الها، لكن مع تطبيق القاعده الالهيه واكلوا واشربوا ولا تسرفوا، سواء للخضار او للحوم. ما بتقدر تقول لكائن مصمم لتناول اللحوم انه ما يتناولها. ما فيك تجعل مثلا الاسود في البراري تقتات على القمح او الاعشاب، هذا غير منطقي اساسا لكل خلقته. الامر بديهي، لكن الانسان احيانا بحب يتفلسف. والله انعم علينا بالعقل والعلم، فدعمنا الرد بالدراسات العلميه انطلاقا من موقعنا كباحثين. لكن ما قصد الصراخ من الخداع، واضح مما سبق انه كالخداع، لكن يبدو الصراخ مؤلم. نبدا القصه بيوفانا مندوزا، وهي مروجه مشهوره للنظام النباتي، وامضت سنوات من حياتها ملتزمه بهذا النظام، وفتحت قناه على اليوتيوب تخبر فيها عن الفوائد الصحيه والنفسيه لهذا النظام، وكان عندها مئات الالاف من المشتركين اللي بتابعوا فيديوهاتها ونصائحها حول هذا النظام، بالاضافه لتقديم خطط نباتيه متنوعه للناس ليحصلوا على غذاء صحي وكامل ويعيشوا حياه صحيه كما تقول لهم وتعدهم، ويستلهم منها النباتيون حياتهم وياخذوا ما تقول ويردون به على من يتناول اللحوم. لكن فجاه كشف متابعوها في فيديو خارجي تاكل فيه السمك، وانتشر هذا الفيديو بين الناس كانتشار النار في الهشيم. فقامت يوفانا برفع فيديو على قناتها تشرح فيه للمتابعين كيف انه النظام النباتي سبب لها مشاكل صحيه جسيمه وما عاد جسدها قادر يتحمله، وما كان بالامكان حل هاي المشاكل الا بانها تتخلى عن هذا النظام، فتخلت عنه دون اعلام متابعيها، لكنها استمرت في نشر فيديوهات عن فوائد هذا النظام وتشجع الناس عليه وتضع لهم الخطط النباتيه الغذائيه. الموضوع كان كالصاعقه لالاف المتابعين والمتابعات، لالاف من كانوا يقتبسون عباراته عن صحه هذا النظام الغذائي ويتبعون ارشاداته ويحاجون بكلماته معاندي النباتي. انا نفسي انصدمت. لكن هل كانت هي الوحيده اللي التزمت بالنظام النباتي ثم تحولت عنه؟ حقيقه لا، ليست يوفانا فحسب، بل هناك اريانا جراند، إلين ديجينيرز، بورتيا دي روزي، تيم شيف وغيرهم كثير. طيب ممكن تكون انت عم تختار عمدا بعض النباتيين يلي انقلبوا؟ اخي النباتي ركز معي شوي الله يرضى عليك، انا اخترت لك مشاهير النباتيين، خصوصا اول وحده اللي كانت تنظم النظام الغذائي لعشرات الالاف. لكن لننتقل لمستوى اعلى، مستوانا العلمي اللي عودناكم عليه، الدراسات العلميه، وليك المفاجاه. وضح الدراسه شارك فيها 11000 فرد ممن جرب النظام النباتي في الولايات المتحده انه 84% من النباتيين عادوا لتناول اللحوم مره اخرى. معقول؟ نعم معقول. توضح المعطيات النهائيه بانه البحث ركز على التقليل من تناول اللحوم بدل من التوقف تماما عنها، رغم انه المشاركين في البحث جمعيات الحفاظ على الحيوان، الا انهم ما استطاعوا القول بترك تناول اللحوم نهائيا. واصلا نصحوا المدافعين عن حقوق الحيوان انه يخففوا من دعواتهم اللي بتنادي بالنظام النباتي. وهيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، وكل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الشرح والابحاث العلميه اللي راح تلاقوا حكي مفصل عنها مع مصادرها بمقالاتنا اللي راح نترك روابطها باسفل هذا الفيديو. لكن شو عن الدوافع الاخلاقيه؟ هذا اللي راح نعرفه بالحلقه القادمه ان شاء الله. اعانكم الله على التضحيه واطعام الفقير المحتاج، وتقبل الله منكم، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. صحه.